السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم وفيديو جديد من فيديوهات التخصصات الدراسية مع توكي كامبوس. النهاردة معانا تخصص هندسة الكمبيوتر والمهندس محمد علي. أنا هسيبه هو يعرف نفسه. أهلا وسهلا بك مهندس. أهلا وسهلا بك. الاسم محمد علي أمين. أنا سنة رابعة هندسة كمبيوتر جامعة الشرق الأوسط التقنية. احنا النهاردة ان شاء الله مع استاذ احمد هنتعرف على القسم بتاعنا وايه الفروق بتاعته اللي موجودة ما بين الاقسام المختلفة والفرق ما بينه الاساسي وما بين كمبيوتر ساينس اللي هو دايما بيبقى مختلط على ناس كتير، ونشوف من خلال الحديث دلوقتي ان احنا هيبقى عندنا فرصة اكتر ان احنا نستكشف القسم ونتعرف على المواد اللي جواه ونتعرف ايه الفرص العمل وايه التوجهات اللي هو متواجد فيه، احسن من ان انت تبقى عندك فكرة مصغرة بسيطة عن المجال. عايزك بقى تحكي للناس بنفس التسلسل اللي انت قلته بالظبط، ايه هو التخصص، المواد، الفروق ما بينه وما بين التخصصات التانية او المشابهة ليه طبعا زي ما انت قلت، وطبعا فرص العمل. بالنسبة للقسم نفسه، القسم نفسه يختلف كتير عن كمبيوتر ساينس، وده من أكبر الحاجات اللي بتختلط على الناس، لأن كمبيوتر ساينس بيبقى مركز على الجزء التطبيقي من المجال، وده الحاجة الغريبة لأن ده مختلف مع اسمه. يعني الساينس دايما بيبقى العلم نفسه، بس هو ده مركز على الفكرة التطبيقية زي البرمجة، زي تطوير البرامج، التطبيقات، الكلام ده كله اللي هو الكلام اللي معظم الناس بتشتغل فيه اللي هو الكودينج. ده بالنسبة للكمبيوتر ساينس. إنما هندسة الحاسبات بتدرس يعني إيه تبقى مهندس كمبيوتر، إزاي إن أنت تعمل كمبيوتر، إزاي تعمل السوفت وير، إزاي تفكر وإزاي تحسب. يعني هي اسمها هندسة حاسبات عشان إحنا بنحسب. فببساطة شديدة إن أنت بتدرس مواد ملهاش علاقة للكودينج، زائد إن أنت بتدرس مواد ليها علاقة بالكودينج، فأنت بتبقى عندك الاتنين. وفي كمان خلطة عند الناس ان هو بيبقى عندهم ظن ان هندسة حاسبات ان احنا بندرس هاردوير، ان احنا بندرس الجهاز نفسه والكهرباء، بس ده مش عندنا، ده عند كهرباء. تمام. فدي برضو بتبقى مشكلة تانية ان احنا مش مهندسين كهرباء، فاحنا بندرس حاجات زي مثلا التحليلات الاحصائية، ازاي اقرا الباترنز والباترن اناليسز وداتا اناليسز، وازاي ان انا يبقى عندي اقرا سيجنلز، ان انا اقرا اشارات، ازاي ان انا افهمها، ازاي ان انا اعمل شفرات، ازاي افك الشفرات، ازاي اعمل انظمه سيكيورتي، سايبر سيكيورتي، ازاي ان انا اشتغل على النت، ازاي يبقى عندي باك اند وفرونت اند، ازاي ان انا افهم الشبكه نفسها بتشتغل ازاي، مش ان انا مجرد ان انا اعمل ويب سايت، لا، هي الفكره ان انا ازاي انا اعمل ويب سايت يشتغل عليه مليون نفر من غير ما يقع. فبتلاقي دايما ان هندسه كمبيوتر دايما هم عندهم فكره الاوبتمايزنج، التحسين، ان انا مش هدفي ان انا اعمل الحاجه الاول، هدفي ان انا اعمل حاجه مثاليه، هدفي ان انا اعمل الحاجه كما انزلت زي ما بيقول. ده بالنسبه للقسم، الفروق الموجوده دايما والافكار اللي دايما بتبقى مختلطه عليه. طيب باشمهندس، انا عايزك بقى، يعني انا شويه كل الكلام انت قلته ده خلاني برضو اتلخبط. انا كده عرفت الفرق ما بينك وبين الكمبيوتر ساينس، بس ايه الفرق ما بينك وبين حتى كمان سوفت وير انجينيرنج؟ تمام. بالنسبه للسوفت وير انجينير هو بيبقى مركز على هندسه الاكواد نفسها، ازاي يظبط برنامج، ازاي يعمله بشكل احسن، ازاي يكتب كود احسن، ازاي يقدر يشغل الكود ده في مجموعات عمل كبيرة. لان انت مثلا كمهندس كمبيوتر ممكن تبقى قدام بتشتغل مثلا في استوديو بيشتغل في الالعاب، ممكن تبقى قدام بتشتغل في استوديو في شركة مثلا بتشتغل في معك 50 مبرمج تاني بتشتغلوا في نفس الحاجة. فانت بتبقى كسوفت وير انجينير ان انت بيبقى تخصصك صغير ومحدود، بس بيبقى انت بتبقى فيه متقدم جدا. يعني انت بتبقى في مجال البرمجة، وانا بشوفها بشكل شخصي ان هي حرفة اكتر ما هي ان هي تعليم، لان هي دي بتكتسب من خلال ان انت من خلال الممارسة، من خلال المتابعة، من خلال ان انت تجرب حاجات كتيرة جدا، لان القسم بتاعنا بيعتمد على التجربة بنسبة 70%. جرب واغلط مرة واثنين وثلاثة وعشرة وهتتعلم.
فده بالنسبة للسوفت وير انجينير، هو بيبقى متخصص اكتر في الكودينج. انما طيب بالنسبة بقى للكمبيوتر انجينيرينج او الراجل المهندس الحاسبات، على قد ما انا فهمت ان هو اللي مفروض انت اللي بتصمم السيستم نفسه. لا، هو اشمل تمام. من ناحية ان هو يقدر يبقى سوفت وير انجينير، ممكن يبقى يشتغل اي تي ديفلوبمنت، ممكن يشتغل كداتا اناليست، ممكن يشتغل في ان هو يشتغل في كوميونيكيشن، يشتغل ككوميونيكيشن انجينير، ممكن يشتغل سايبر سيكيورتي انجينير، ممكن يشتغل في كل المجالات دي واكتر كمان. يعني دي المجالات اللي هي اللي شغاله دلوقتي في السوق. يعني كمبيوتر انجينيرنج يعتبر يعني اللي هو الامبريلا تيرم بتاعه ان هو يشمل بكل بقى الداتا ساينتست والكلام ده كله، هو الاكثر اجورا في العالم، هو والمهندسين الكيمياء. فبالنسبه للمجال يعني ان انت تبقى مهندس كمبيوتر احسن كتير من ان انت تبقى بس سوفت وير انجينير. كويس جدا. عايزك برضو تشرح للطلبه اللي بيسمعونا ايه هي بقى المراحل الدراسيه او المواد الدراسيه اللي بيمر بيها الطالب بقى من اول ما يدخل لحد ما يتخرج. بالنسبه للمواد الدراسيه بتاعه القسم، طبعا بما ان انت مهندس فانت لازم تاخد كل مواد هندسه في الاول، زي الفيزياء، كيمياء، بيولوجي، تفاضل وتكامل، مواد الرياضه الاساسيه اللي موجوده عند كل الاقسام. في الفيزياء في الفيزياء بتاخد حتى الكهربيه بتاعتها، بتاخد الجاذبيه، بتاخد الحاجات الاساسيه بتاعت كل هندسه. وبعد كده بتبتدي من الترم الثاني من سنه اولى، بتبتدي تدخل تاخد المواد التمهيديه للقسم نفسه، بيبتدي تاخد حاجات مبسطه من البرمجه، بتاخد المبادئ الاساسيه، الكلام ده كله. وبعد كده بتلاقي نفسك ان انت في عندك 4 خطوط اساسيين في القسم انت بتبتدي تمشي فيهم. الخط الاساسي وهو الخط الرياضه، لان القسم بتاعنا هو القسم التطبيقي لعلم الرياضيات، فهو اساسا القسم كله متمحور حوالين ازاي ان انت بتحول العلم الرياضي البحت لشيء تطبيقي يستنفع به، سواء بقى في العالم الرقمي، سواء على النت، سواء في حياتنا العادية في التعاملات، ازاي ان انت تطبق الانظمة والادوات الرياضية في الحياة العملية. فده اساسا فكرة الهندسة الكمبيوتر او الكمبيوتر ساينس بشكل عام. فده اول حاجة بتبتدي تاخد رياضة بحتة، بتاخد جبر خطي، بتبتدي دي من المراحل الاولانية. بعد كده بتتطور بتاخد تفاضل وتكامل متقدم، وبعد كده بتبتدي حتى تاخد رياضة النظرية العشوائية، وبتبتدي تاخد النظريات المتقدمة من الرياضة نفسها. ده بالنسبة للخط الرياضي، بيكمل معاك من أول سنة تانية لحد آخر ما تخلص القسم. بالنسبة طبعا الخط الأشهر في القسم عندنا هو خط البرمجة. أنت بتبتدي في الأول بتدرس البرمجة، في كذا نوع من البرمجة موجود، في Object Oriented Programming، وده اللي هو بيبقى معتمد على فكرة ان هو بيخلق شيء وبعد كده بيبتدي يوصل بيه حاجات تانية. وفي حاجات بقى بتبتدي تاخد انواع البرمجة زي مثلا functional programming الى اخ يعني. فكل ان انت كل اسلوب برمجة ليه لغاته، ليه افكاره، بتبتدي انت تدرسهم واحدة واحدة، وبتبتدي انت تختار كذا مجال وتبتدي تتخصص فيهم في اخر سنتين. وده اللي بيميز مهندس كمبيوتر عن السوفت وير انجينير، لان السوفت وير انجينير بيبقى دايما متخصص في الاوبجكت اورينتد، لان ده الاكثر استخداما ما بين العالم كله. بس احنا بيبقى عندنا قدره على ان احنا ندخل في البرمجه مع الاكاديميين والحاجات العلميه المتقدمه جدا، يعني مثلا شغل الفلك، شغل النانو تكنولوجي، شغل الاوتوميشن بتاع العربيات، شغل الأقمار الصناعية والهاي فريكونسي كوميونيكيشن. الكلام ده كله لو انت اشتغلت بأنظمة البرمجة الطبيعية مش هينفع تشتغل بيها، فانت لازم تشتغل بأنظمة برمجة مختلفة. فده اللي بيميز مهندس كمبيوتر عن الغيره في البرمجة نفسها.
ده كان يعني حاجة صغيرة عن المجال البرمجة. وطبعا في خط كبير قوي، وده من الخطوط الأساسية اللي موجودة في القسم، اللي هو خط الأنظمة واللوغاريتميات. وطبعا زي ما احنا عارفين ان اللوغاريتميات دي كانت جاية تبع اللي اخترعها اول واحد الخوارزمي. ومعنى كلمة لوغاريتم اصلا ان هو ازاي، يعني كيف ان انت توصل لحل مشكلة بخطوات ثابتة ومعروفة، ازاي تفكر بشكل منطقي لحل المشكلة بخطوات محدودة ومحددة مسبقا من غير معرفة المشكلة. فهي دي فكرة اللوغاريتميات. فإن أنت بتبتدي تطبق الكلام ده كله على إن أنت من هذا المنطق بتبتدي تعمل أنظمة أكبر، وتبتدي تخلي الأنظمة دي نفسها إن هي تبتدي هي يبقى عندها نوع من التحكم. فيبقى عندك مثلا كمبيوتر بيبتدي هو يتواصل مع كمبيوترات تانية، يعني انت مثلا عندك الموبايل بيروح يوصل نفسه على النت، بعد كده يروح هو اوتوماتيك يبعت المسج لوحده، يبتدي هو يتكلم لوحده. يعني في شغل كتير قوي الجهاز هو اللي بيعمله مش انت اللي بتعمله. فازاي ان انت تصمم حاجة زي كده لازم انت تبقى عارف الحاجة دي بتشتغل ازاي اصلا، فتبتدي انت تحدد خطوات حل المشكلة. وبعد كده بيبتدي الموضوع بتاع الأنظمة يتطور معاك. حتى الآن يعني أحدث حاجة موجودة في الأنظمة دلوقتي، في عندك حاجة اسمها نيورال نتوركس، ودي بتبقى شبكات عصبية، إن أنت بتبقى بتخلي الكمبيوتر يفكر زي المخ البشري. المخ البشري بيشتغل عن عبارة عن إن هو بيبقى فيه نقط كتير قوي وكلهم بيتواصلوا مع بعض، فأنت بتحتاجش تسجل الذاكرة عليهم، فهي عبارة عن معلومات بتلف وتدور في كل حتة. فنفس الفكرة ان انت دلوقتي، ان احنا حاليا شغالين على فكرة ان انت تبتدي تستوعب المخ البشري نفسه بيشتغل ازاي، وان انت بتحاول تقلده. وده مرحلة يعني من التطور عالية جدا ومن البحث العلمي. يعني ده بالنسبة للخط الثالث. الخط الرابع اللي هو مثلا image processing، ان هو يبقى ازاي يخلي الكمبيوتر يسمع حاجة، ازاي يقراها، ازاي يعملها، الكلام ده كله. وده كله بيجي من خلال جزئية مهمة جدا وهي السيجنال بروسيسنج. ان احنا بنحول كل حاجة في القسم، بنحول كل حاجة في الدنيا لإشارات، ومن خلال الإشارات دي احنا بنخلي الكمبيوتر يبتدي هو يفهمها ويترجمها ويتفاعل على أساسها. وبعد كده آخر قسم، واللي هو من الأقسام المهمة جدا، وهو قسم السكيورتي. وده القسم ده على وجه الخصوص مختلف شوية، لأن هو كان موجود من زمان، لأنه متعلق مش فقط بالأنتي فيروس والهاك والكلام ده كله، لا هو متعلق كمان بالأمور المتقدمة من العسكرية والتشفير وحماية المعلومات وأنظمة التخابرات والتصنت والكلام ده كله. أنا عايزك بقى في تقول لي إيه هي المجالات. طبعا يعني انا عاجب في النهايه تبقى مجالات كتيره جدا اللي الطالب او المهندس الحاسبات يقدر يشتغل فيها. انا دايما لما بتسأل السؤال ده ابسط اجابه بتيجي كل حاجه. تمام. لان هو ده يعني ده الواقع، لان انت حاليا في عصر التكنولوجيا، فكل حاجه فيها كمبيوتر، فانت تقدر تبقى في اي حاجه. يعني ابسط ما يكون انت تقدر تبقى في اي حتة في اي مكان، ويبقى ليك لازمة ويبقى ليك تأثير، وتبقى انت مكانك حيوي جدا. هي بتعتمد المجال عندنا على حسب انت قدرتك ان انت تدي في انهي جزئية من اللي انا مثلا شرحتهم قبل كده. وفي جزئيات تانية اصغر هتشوف ان انت هتشوف نفسك انت قادر تدي في انهي واحدة اكتر، وهتلاقي مجالاتها. يعني مثلا زي ما انا قلت لك، مثلا ان انت عندك في الايمج بروسيسنج والساوند بروسيسنج والكلام ده كله، دولت مثلا بيتخرجوا بيبقوا مثلا يا اما مهندسين اتصالات بيروحوا يشتغلوا مثلا في الشبكات، ويبتدوا يشتغلوا مثلا في انظمه التليفونات مثلا زي الشركات الاتصالات بشكل عام، بيبتدوا هم يعملوا مانجمنت الاداره للسيستم نفسه، يبتدوا هم يفهموا ازاي بيشتغل، ازاي الاشارات بتشتغل، يبتدوا على تحسين الجوده. زي ما انا قلت لك احنا بنشتغل على التحسين دايما، فبتلاقي ان انت عندك ان انت بتشتغل على تحسين مثلا جودة الإشارة، جودة الصوت والصورة. يعني مثلا في الـ 5G طالع دلوقتي،
فده طبعا ده شغل كله شغال من ورا، زي ما هما مهندسين الكهرباء شغالين على انهم يعملوا الهاردوير، انت لازم يبقى عندك السوفت وير اللي يقدر يتعامل مع الكلام ده كله. فطبعا مهندسين الكمبيوتر شغالين في الكلام ده كله. ده مثلا مجال الاتصالات. الاتصالات مثلا، عندك في مجالات السكيورتي طبعا، انت كمجال سكيورتي انت ممكن تشتغل في اي حته محتاجه سكيورتي، لان اي حته محتاجه سكيورتي. بالظبط. يعني اعتقد مفيش شركه مفيش مؤسسه ما بتحتاجش لا طبيعي سكيورتي. عايزك بقى توجه كده نصيحه للناس اللي داخله قسم هندسه حاسبات او هندسه الكمبيوتر. نصيحه او نصايح يعني. والله هو القسم عندنا في نقطه معينه، لو انت مش عارف القسم كويس اعرفه، ولو انت داخل القسم عشان ان انت بتحب تستخدم الكمبيوتر، عشان انت بتحب تقعد على الكمبيوتر، بتحب تعمل الكلام ده كله، فهذا ليس له ادنى علاقه بهندسه الكمبيوتر. فاللي انت محتاج تعمله ان انت تدخل المجال، لما لو انت حابه يعني، تكتشف تشوف ميولك فين في المجال نفسه، وتبتدي تركز عليها وتبتدي تشتغل على نفسك. زي ما انا قلت لك في الاول، ايه الكودينج حرفة، بتشتغل بان انت تجرب مرة اتنين وتلاتة وعشرة وتغلط وتتعلم لحد ما تبقى كويس. تمام، كويس جدا. فمعنى كده ان موضوع بقى sustainability، يعني الراجل يبقى عنده اصرار كمان غير كمان موضوع الانسيست بقى، يعني يعني لا، لازم ان انت يبقى عندك اراده حديديه حرفيا يعني. لان فكره ان انت كل شويه تعمل الكود وما يشتغلش، تعمل الكود وما يشتغلش مره واثنين وثلاثه، محبطه. ده بالاضافه لان انت لازم يبقى عندك خلفيه كويسه جدا للرياضه وللبرمجه، باساسيات البرمجه على الاقل، ان انت يبقى عندك وعي يعني الفكره ان انت الموضوع بيشتغل ازاي، بتبقى فاهم الكلام ده كله، هيساعدك جدا في السنين الاولى ومستقبلا ان انت في عمليه الممارسه ان انت الموضوع تكتسبه بشكل اسرع واسهل بكتير. طيب انا بشكرك جدا على وقتك، وكمان بشكرك جدا على المعلومات اللي انت اضفتها في لينا، انا لي انا كمان شخصيا، واعتقد ان شاء الله تكون مفيدة حتى كمان للطلبة. انا عارف الموضوع كبير والموضوع محتاج اشرح اكتر من كده بكتير، ولكن يعني ربنا كمان انت حاولت تبسط المعلومة شوية. ان شاء الله نشوفك بقى. اتمنى ان احنا نكون وضحنا الموضوع بشكل ان هو يبقى مجزي، وان هو يكون مختصر، ويبقى يساعدك على ان انت تاخد قرار احسن في ان انت تختار حاجة كويسة في مستقبلك يعني. ربنا يخليك، شكرا جزيلا ليك. نتمنى يكون الفيديو كان مفيد لكل الناس اللي اتفرجت عليه. استنونا فيديوهات تانية جديدة عن تخصصات تانية جديدة مع توكي كامبوس. كان معكم أحمد سلامة، السلام عليكم.